حديث ساعة، مرحبا بكم. بدأت في إيران عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد. التوقعات تشير إلى تدني نسبة الإقبال على التصويت، فما الأسباب وما المأمول منها؟ وهل ستحدث هذه الانتخابات خرقا واضحا في مستقبل البلاد؟ هذا ما سنناقشه في محورنا الأول من حديثنا لهذه الساعة. پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. آقای رئیسی، آقای رئیسی. آقا، آقا، آقا. آقای رئیسی. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من طهران محمد علي الحكيم، المحلل السياسي ومدير وكالة أنباء النخيل. أستاذ محمد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. إذن الانتخابات في إيران، ما المأمول منها أستاذ محمد؟ تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام ولقناة اليوم الكريمة. إيران في الوقت الحاضر تتطلع إلى وصول رئيس جمهورية رسالي ملتزم شجاع ولا ترهبه الأعاصير والضغوطات، وخاصة أن إيران تعرضت خلال مدة زمنية سنتين أو أكثر لأبشع العقوبات الأمريكية والأوروبية. هذا الأمر الذي جعل انتخاب جعل أن يتسبب أن الشعب الإيراني أن ينتخب رئيس قوي وأمين على مقدرات الشعب يكون مطلبا جماهيريا ومطلبا تاريخيا لدى الجميع، للسير في إيران نحو المزيد من الاقتدار والاكتفاء الذاتي والصمود بوجه الأعداء. ومن مبادئ المنجزات التي حققتها طيلة 42 عاما. طيب أستاذ محمد، حضرتك يعني في مقر للانتخابات الإيرانية، كيف يبدو يعني تبدو الأجواء، أجواء هذه الانتخابات؟ هل هناك قبول في الشارع في إيران؟ هل هناك يعني ربما من الأوفر حظا بين المرشحين من قبل الشارع الإيراني أستاذ محمد؟ الحقيقة بعد الإخفاقات التي تسبب بها السيد روحاني من الناحية الاقتصادية في الوقت الحاضر، يمكن أن نقول بأن تيار الإصلاحي إلى حد ما ضعيف للتولي للرئاسة في الوقت الحاضر يعني في الانتخابات القادمة. والأبرز حظا حسب جميع الاستطلاعات للرأي في إيران تشير إلى أن السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية هو الأوفر حظا للفوز، ويعني لا يمكن أن تذهب الانتخابات إلى دور ثاني. لا يمكن أن نجزم، لكن بكل يعني هي توقعات بحسب استطلاعات الرأي، بحسب ما تتابعونه على أرض الواقع. الذهاب إلى الدور إلى المرحلة القادمة في الوقت الحاضر مستبعد، لأن السيد رئيسي في الانتخابات السابقة حينما شارك الرئيس روحاني حصل على تقريبا 16 مليون صوتا، فهذه مضمونة للسيد رئيسي. هذه مضمونة، ستزيد على هذا الرقم الإخفاقات التي جرت من الناحية الاقتصادية خلال 4 سنوات. هذه تضيف عدد الناخبين والأصوات إلى صوت السيد الرئيسي. طيب يعني اليوم أي رئيس لإيران سيتولى مقاليد الحكم هو يعني في فترة ربما تكون حساسة، ربما تكون فترة يعني ملفات متشابكة كثيرا على إيران، أبرزها الملف النووي الإيراني. يعني كيف سيتعامل أي رئيس قادم مع هذه الملفات المعقدة أستاذ محمد، والإخفاقات التي تفضلت حضرتك وذكرتها للسيد روحاني؟
يعني ينبغي أن نتكلمها بواقعية. العديد طيب. يعتقد بأن إذا جاء وهو المرشح الأبرز أوفر حظا للتولي للرئاسة هو السيد رئيسي من التيار المتشدد، إذن ستكون لن تكون المرونة كما كانت في عهد الإصلاحي السيد روحاني. يعني هناك ستكون بعض العراقيل القليلة، ولن تكون يعني يمكن أن نقول بأنه السيد روحاني كان يمتلك في أسلوبه بالتعامل مع الغرب مرونة أكثر. هذا طيب، هذا يعني يمكن القول بأن إذا كانت من الناحية التعاملية، لكن بالمجمل يمكن أن نقول بأن إيران سياستها الخارجية سياسة ثابتة ولن تتغير، لكن التكتيكات قد تتغير نوعا ما. يعني وفي هذه الفترة حقيقة في العلاقات الدولية مع إيران يعني تحتاج طهران إلى أن يكون تكتيك دبلوماسي وأن تكون هناك مرونة لربما إحداث أي توافقات تخفيف العبء المفروض على طهران اليوم. يعني في حال كان السيد رئيسي هو الأوفر حظا، في حال تولى مقاليد الحكم، من الممكن إذا كان في عهد روحاني العودة إلى الاتفاق النووي مستبعد، في عهد رئيسي سيكون مستحيل مع وجود هذا التشدد. لا يمكن أن نقول مستحيل التوافق ما بين إيران وفي فيينا والقوى الكبرى، لا يمكن أن نقول مستحيل، لكن ستكون هناك لن تكون مرونة كما كانت في الوقت الحاضر. طيب جميل. لن تكون مرونة كما كانت في الوقت الحاضر، لأن يعني كذلك يوم أمس 4+1 أعلنوا في بيان رسمي بأنه المفاوضات ستمدد إلى بعد مجيء الرئيس الإيراني صحيح. الجديد. طيب أستاذ محمد، يعني اليوم الإقبال على هذه الانتخابات، الإقبال الجماهيري، الإقبال الشعبي في إيران، يعني هناك تقارير أو هناك توقعات، صدرت توقعات إعلامية طبعا بأن الإقبال سيكون قليل أو ضئيل في هذه الفترة، لما تعانيه طهران طبعا من مشكلات اقتصادية، لما تعانيه من إخفاقات ارتكبت في يعني إدارة السيد روحاني. كيف تقيمون الإقبال في طهران أستاذ محمد؟ الإقبال لحد هذه اللحظة حسب وسائل الإعلام الإيرانية والمحلية الإيرانية تشير بأنه الإقبال جيد، وأنا شاهدت بأم عيني وشاهدت شخصيا بأنه قبل فتح مراكز الاقتراع الشعب الإيراني كان خلف الأبواب وشكلوا طوابير للمشاركة في الانتخابات، لكن بالمجمل لحد هذه اللحظة المشاركة باعتقادي لا يمكن أن نقول الرقم الحقيقي، لكن أعتقد ستتجاوز 50% أو 20%. تتجاوز الخمسة. استعراض القوة على هذا النحو يمكن أن نقول ما بين قوسين المشاركة الواسعة سيخفف الضغوط الخارجية على إيران. نعم. وكذلك العكس، انخفاض المشاركة يعني زيادة الضغوط على إيران لا سيما الاقتصادية إن لم تكن مشاركة واسعة. يعني كيف يمكن أن نفسر بأنه حتى يعني ضعف الإقبال الإيراني على المشاركة ربما يعطي ضغط، وبعض الإعلام العربي يشير بأنه لم يكن إقبال واسع في الانتخابات، هذا كذب محض. لكن عدم الإقبال يعود إلى سببين، أولا جائحة كورونا، الكثير من الشعب الإيراني يخشى من هذه الجائحة، والثاني الأمر الآخر يمكن أن نقول الأمر الآخر الإخفاقات التي حصلت في عهد روحاني. يعني يمكن أن نقول لا، ليست الإخفاقات، العقوبات الظالمة
على إيران مما تسببت من بطالة على الشباب الإيراني، مما أدى إلى عزوف الشباب. هذا يمكن أن نقول. نعم، لكن يعني إخفاقات هي موجودة، لكن هذه الإخفاقات السبب الرئيسي خلف هذه الإخفاقات هو العقوبات الظالمة على الشعب الإيراني. وضحت الفكرة. محمد علي الحكيم، المحلل السياسي ومدير وكالة أنباء النخيل، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا محمد عبادي، الخبير في الشأن الإيراني ومدير مركز جدار للدراسات. أستاذ محمد، مرحبا بك في حديث ساعة. وعلى شاشة قناة اليوم سمعت ضيفنا من طهران يتحدث بأن الإقبال كبير في طهران، ربما عزوف طبقة الشباب لما يعني تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية، ولكن الأبرز مما تحدث به السيد محمد علي الحكيم بأن إبراهيم رئيسي هو الأوفر حظا ربما سيكون في هذه الانتخابات. كيف تقيمون هذه الانتخابات على الصعيد الداخلي في طهران أستاذ محمد؟ فعلا يعني هذه الانتخابات تأتي في وقت حساس ربما يتعلق بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب في داخل حالة العزلة الدولية التي تعيش إيران، وأيضا يعني الموز المتوقع للمرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، وشغور منصب المرشد الإيراني في حال موته، وهو ما يدفع خامنئي والمتشددين إلى ترتيب البيت الإيراني والتأكيد على وصول شخصيات متشددة إلى كافة المجالس المنتخبة أو حتى غير منتخبة. تحدث عن رئيس يعني الجمهورية، هم يهندسون هذه الانتخابات منذ وقت طويل، يعني منذ عام 2017، والانتخابات تهندس لصالح إبراهيم الرئيسي عندما يعني لم يحالفه الحظ الفوز في دورة 2017. فتحصل روحاني من هذه اللحظة، يعني بدأ تقديم رئيسي إلى المجتمع الإيراني بشكل أكثر وتعديل صورته، دفع به إلى منصب رئيس القضاء، ومن ثم يعني فتح بعض الملفات المهمة في الفساد، وتم تلميعه وتقديمه في التلفزيون الإيراني، وتكفل مجلس كان مستشار المرشحين المنافسين يدخلوا الساحة أمام إبراهيم رئيسي. إذن إبراهيم رئيسي من المتوقع بشكل كبير جدا يعين اليوم رئيسا لإيران، وأن يفوز بالنسبة الكافية حتى التي تؤهله أو التي لا يستطيع معها أو لا يحتاج معها إلى جولة ثانية. طيب أستاذ محمد، ولكن إبراهيم رئيسي يعني معروف عنه من التيار المتشدد، كيف سينعكس هذا الانتماء للسيد رئيسي في حال تولى مقاليد الحكم على العلاقات الخارجية لطهران والتي وصفت بالمعقدة، العودة إلى الاتفاق النووي، علاقاته مع الغرب، علاقاته مع واشنطن، يعني التمدد الإيراني في الدول الخارج، كيف سيتعامل مع كل هذه الملفات؟ العقوبات أيضا؟ معلوم بأن إبراهيم رئيسي من الشخصيات، لكن معلوم أيضا بأن إيران أو الفكرة المنهج السياسي المسيطر على إيران هو براغماتية في التعامل. إذا احتاجت إيران أن رأت أن مصلحتها أن تتفاوض مع الطرف الآخر أن تحصل على تكاسب أو أن ترفع يعني بعض القيود وبعض الأوضاع عنها، ستنتج النهج البراغماتي، من ثم ستقدم بعض الهجوم الناعمة في من داخل النظام كان وزير الخارجية أو غيره في حينها، وتستطيع تفاوض مع المجتمع الدولي على نحو يمكنها من رفع هذه العقوبات. طبعا الحاجة والضرورة ستدفع إيران أيضا إلى تبني هذا النهج البراغماتي عندما يتعلق الأمر في الأوضاع الاقتصادية. من غير معقول وغير ممكن أن تتحمل إيران هذه الأوضاع الصعبة، إذا ستجد إيران نفسها منخرطة في هذه المفاوضات. وعلى الطرف الآخر هناك طبعا يسهل المهمة تماما، هناك الغرب، هناك الدول الغربية، دول الثلوث الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا يسهلون المهمة تماما. الجميع راغب على الطرف الآخر بأن تصل إيران إلى اتفاق، أن تعود واشنطن إلى اتفاق، واشنطن لديها يعني كل المؤشرات التي تقول بأن بايدن جاهز لرفع هذه العقوبات. يسير على إبراهيم رئيسي المتشدد يعني في التعامل مع الخارج، يستطيع أن يتجه نهج البراغماتي وفقا لحاجات إيران، والطرف الآخر كما قلت يسهل عليه. طيب يعني هل السيد رئيسي في حال يعني تولى مقاليد الحكم، نحن نتحدث هنا طبعا عن فرضيات ومن هو الأوفر حظا بحسب استطلاعات في الشارع الإيراني وتقارير إعلامية تتحدث بهذا الصدد، هل سيصعب أمام الغرب يعني الوصول إلى تفاهمات، أم يستوجب عليهم تقديم المزيد من التنازلات
كونهم يتعاملون مع ربما رئيس ينتمي إلى تيار متشدد في طهران؟ كما قلت بأن كل الظروف مهيئة للوصول إلى اتفاق. الدول الغربية رئيس يعني بريطانيا وألمانيا وفرنسا هم أصلا كانوا من المعارضين جدا لترامب بإبدان فرضه ثلاثة العقوبات على إيران. الإدارة الديمقراطية الحالية تسير على خطى أوباما ولديها الرغبة في الوصول إلى اتفاق مع إيران. يتبقى الطرف الثاني، هذا فيما يخص الطرف الثاني، الطرف الثاني متعلق بإيران. إيران لديها حاجة ماسة وملحة إلى الاشتراك في مفاوضات جادة حقيقية من أجل رفع هذه العقوبات. هذه العقوبات التي تقيم تدفع بالملايين من الشباب إلى الشوارع نتيجة البطالة والإحباط والسخط من يتجهون إلى المخدرات، كما نشاهد العديد من المقاطع المصورة التي تأتي من قلب العاصمة طهران. الشباب يعني يتجه إلى المخدرات من البطالة والإحباط. أعرف في هذه المطاف الناس أمام ضغط الحاجة المعيشية اليومية تنزل الشوارع على قرار ما حدث ما كان في ديسمبر عام 2017 وما كان في نوفمبر عام 2019 تلك الانتفاضة الكبرى التي علمت غالبية مدن إيران. إذا الخيارات أمام التشدد، ماذا تستطيع إيران من التشدد؟ لا شيء، العقوبات موجودة والطرف الآخر يعني يتفاوض على مهل. لذلك إيران تحتاج إلى المرونة، تحتاج إلى يعني أشخاص يمكن لهم أن ينحلوا. هل إيران فعلت ذلك؟ يعني فعلت هذه المرونة قبل ذلك؟ فعلتها مرارا وتكرارا. عندما يتطلب الأمر من إيران أن تنحني للعاصفة تنحني. يعني من الممكن على الرغم من تشدد السيد رئيسي أستاذ محمد، من الممكن أن يبدي بعض المرونة تجاه الغرب وتجاه حتى واشنطن إذا ما تطلب الأمر ذلك طبعا. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ما الجديد إذا ما عدنا إلى الداخل الإيراني؟ ما الجديد الذي من الممكن أن تقدمه هذه الانتخابات أو حتى السيد رئيسي إلى الشعب الإيراني الذي عانى ما عاناه نتيجة إخفاقات سابقة، نتيجة عقوبات اقتصادية فرضت على إيران بسبب عدة ملفات طبعا إقليمية لا تخفى على أحد؟ ما الجديد الذي من الممكن أن تقدمه هذه الانتخابات والسيد رئيسي في حال تولى؟ نعم، للأسف يعني وضع الشعب الإيراني سيبقى على ما هو عليه، لأن الأمر أكبر والمعضلة أكبر من أن يحلها رئيس، خاصة أن الرئيس جاء من نظم من رحم هذا النظام وهو يجرى ركن أساسي فيه. ماذا يمكن لهذا الرئيس أن يقدم؟ الحل في الداخل هذه المرة من الممكن أن يبدأ فيها الخارج عندما يبدي المرونة الكافية كما قلنا. يعني من الممكن القضاء على البطالة مثلا أستاذ نعم محمد؟ نعم يعني في طهران؟ نعم، نعم، يعني المسار الأوضح حاليا أو المسار الذي يمكن لأي رئيس أن يعني يقدم لشعبه في إيران أشياء إيجابية تتعلق بالخارج، يبدي مرونة أكبر، انخراط مفاوضات جادة. هذه المفاوضات الجادة تصل به إلى رفع هذه العقوبات، ومن ثم يمكن التحسن في أوضاع الشعب الإيراني. لكن أيضا بما أن رئيسي من التيار المتفرد الذي يؤمن بفكرة التوسع وفكرة تصدير الثورة وسيسير على نفس النهج والخطى لمعلمه وأستاذه خامنئي، فإن حتى يعني في حال رفع العقوبات وحصول إيران على المليارات وانخراطها في واندماجها في الاقتصاد الدولي والمجتمع الدولي، فإن هذه الأموال سيذهب شطر كبير منها ونصيب كبير منها إلى دعم الميليشيات في الخارج. إذن أوضاع الشعب الإيراني لا أعتقد أنها ستتحسن، يعني حتى لو تجاوزنا نقطة العقوبات فإن هناك يعني دوامة كبرى، هناك ثقب كبير يبتلع كل الأموال الإيرانية. هذا الثقب يتمثل في أحلام إيران وتوسعها في الخارج، سواء بالإنفاق داخليا على المجال العسكري وعلى التطوير العسكري، أو سواء بالدعم المادي المباشر لهذه الميليشيات في الخارج. لذلك أراد أن رئيسي ليس لديه الكثير ليقدمه للشعب الإيراني، ليس لديه الكثير ليقدمه لملايين الفقراء في إيران، لأن النظام مستمر على ذات الاستراتيجية حتى وإن أبدى مرونة في التفاوض مع الغرب. أنا أشكرك جزيل الشكر محمد العبادي، الخبير في الشأن الإيراني ومدير مركز جدار للدراسات. شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة.
حديث الساعة مستمر، وفي ملفنا الثاني، طائرات النظام التركي جددت قصفها واستهدافها لمناطق جبلية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان. القصف ركز على الجبل المطل على قريتي كوهرز ويالفا التابعتين لقضاء العمادية. فما هي التفاصيل وكيف يبدو المشهد على الأرض، وإلى متى سيبقى العراق صامت حيال هذه الانتهاكات؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا بدر الركابي. بدر، مرحبا بك في حديث الساعة. ما الذي تحمله في جعبتك حيال الاستهدافات أو القصف والعدوان للنظام التركي مجددا على إقليم كردستان واستهداف مناطق عديدة في قضاء العمادية؟ بدر. نعم خضر، تحية لك وتحية لجميع سيدات والسادة المشاهدين، وتحية أيضا لضيوفك الكرام. أهلا بك. يعني يواصل النظام التركي هجماته التوسعية على الأراضي العراقية، لا سيما على أراضي إقليم كردستان، وهذه المرة تتجدد أيضا ضمن يعني ناحية العمادية بالحدود الإدارية لمحافظة دهوك. هذه الناحية القريبة جدا من الحدود التركية، وهي محاذية عند الشريط الحدودي بين الأراضي العراقية والأراضي التركية. تستمر عمليات القصف الجوي وكذلك المدفعي على هذه الأراضي، ويستمر أيضا معه عمليات النزوح وتهجير الأهالي. نتحدث يعني عن الأرقام بداية، يعني لغاية الآن نتحدث عن 300 عائلة نزحت من قضاء العمادية شمال العراق، يعني بأراضي إقليم كردستان، إلى مدينة زاخو، إضافة إلى أيضا تجريف خلال هذه العمليات العسكرية الهمجية التي يقوم بها النظام التركي بتجريف الأراضي الزراعية. وهذا التجريف وصل إلى 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، وبالتحديد في إقليم كردستان. هذا التجريف يقوم يعني من الجانب بالاستفادة من هذه المزروعات والبساتين المتواجدة وتحويلها إلى تركيا من أجل الاستفادة منها تارة، وأيضا تارة أخرى بتجريف الأراضي الزراعية وتحويل الأراضي في إقليم كردستان إلى صحراء، من أجل أن يكون هناك سهولة بالتواصل بين النقاط العسكرية التي أنشأها النظام التركي في أراضي إقليم كردستان. إضافة إلى يعني جل هذه العمليات، إن كان من ناحية التجريف كذلك القصف كذلك أيضا التهجير للأراضي، هذا الأمر يعني أدى إلى خسارة بقرابة 6 مليارات دولار جراء استهداف يعني استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية. أيضا 6 مليارات دولار بدر. نعم قدرت أؤكد لك هذه المعلومة. 6 مليارات دولار هو يعني المبلغ الذي خسره العراق جراء استمرار عمليات القصف التركي الجوي والمدفعي، وكذلك حتى استمرار العمليات على الأرض البرية في الأراضي العراقية وبالتحديد في إقليم كردستان ولا سيما في محافظة دهوك. أيضا هناك بعض المعلومات بأن هناك يعني مواقع أثرية استهدفت من قبل النظام التركي. نتحدث عن محافظة دهوك، فهي زاخرة بالمواقع الأثرية. نتحدث عن قرابة 80 موقع أثري موجود في محافظة دهوك، استهدفت عديد من هذه القرى، ويعني نحن مقبلون لربما على استهداف قرابة 50 موقع أثري في الفترة المقبلة. بعض الإحصائيات وبعض المعلومات الاستخبارية تتحدث أيضا عن منذ انطلاق هذا العدوان العسكري التركي على العراق، على إقليم كردستان والعراق بشكل عام، ونحن نتساءل أين الحكومة العراقية من كل ما يجري على حدودها الشمالية؟ خضر، يعني الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الرسول تحدث
قبل يومين بضرورة أن يكون هناك موقف عراقي حازم، وأنه يرفض أن تكون العراق ساحة لاستهداف الدول المجاورة، إضافة إلى استهداف أمن العراق وسيادة العراق. وأيضا أكد على يعني ما تقوم به القوات التركية داخل الأراضي العراقية، وأن العراق سيكون له موقف رادع حيال هذا الأمر، لكن هذا الأمر لم يتحقق لغاية الآن. التصريح اقتصر على كونه تصريح لا أكثر. لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحد نواب هذه اللجنة تحدثت معه يوم أمس بخصوص زيارتهم إلى يعني الشريط الحدودي مع تركيا في إقليم كردستان، وقال لي بأن التقرير الذي يعني كتبناه لربما وصل إلى مرحلة النهاية وسيقدم إلى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، لا سيما ونحن نعلم بأن يوم الثلاثاء ستكون هناك جلسة للبرلمان أعلن عن جدول أعمالها، وسيكون هناك اقتراح على هيئة الرئاسة يوم الاثنين بتضمين هذا التقرير في جلسة الثلاثاء من أجل مناقشته داخل مجلس النواب. نعم. وينتظرون النواب موافقة هيئة الرئاسة على إدراج هذا التقرير على جدول جلسة الثلاثاء من أجل فتح هذا الملف الشائك داخل قبة مجلس النواب، ومن ثم التوجه بخطوات تشريعية حيال هذا الأمر. وبذلك يكون بشكل أو بآخر بدر بشكل أو بآخر منح الوقت الكافي للنظام التركي ليحقق مآربه داخل العراق. يعني هذه العمليات تحتاج إلى يعني رد فوري من قبل العراق، كون الأمر يمس سيادة الدول ويمس يعني احترام الجوار للعراق، احترام دول الجوار وسيادتها. هو يعني بالمنطلق الأول هو يعتبر احتلال للأراضي العراقية. طيب. يعني كما يتحدث أيضا حتى أعضاء ضمن لجنة الأمن والدفاع النيابية هم وصفوا هذا الأمر رسميا بالاحتلال، بالتالي يفترض على الحكومة كما يتابع الكثير وينتظر الكثير من الحكومة أن تتعامل مع هذا الاحتلال بجدية وبكونه احتلال لا بكونه تجاوز لربما طفيف على السيادة العراقية أو على الأراضي العراقية، وسيكون هناك تعامل دبلوماسي واتفاقيات دبلوماسية وتشاورات من أجل يعني إنهاء هذا الأمر. هو الأمر لغاية الآن يتحدث عن احتلال، ذكرت لك الأرقام بستة مليارات دولار كخسائر، 300 عائلة نزحت لغاية الآن، نتحدث عن يعني محاصيل زراعية، أشجار مغمرة، مواقع أثرية، بقرابة 80 موقع أثري ضمن محافظة دهوك، فبالتالي هذا يؤكد لك بوجود احتلال. نعم. هذا الاحتلال يفترض أن يعامل بالمثل، وبالتالي يتم إخراج مثل هكذا قوات محتلة على الأراضي العراقية واستعادة السيادة العراقية مرة أخرى. نعم. بدر الركابي مراسلنا من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. من دهوك ينضم إلينا عضو علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي أو الكردستاني الأستاذ كاوا شيخ موس. أستاذ كاوا مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني سمعت ضيفنا من بغداد يتحدث عن ربما إجراءات اجتماعات حكومية للتعامل مع هذا العدوان التركي على إقليم كردستان، كيف تقيمون الموقف الحكومي العراقي الرسمي من كل ما جرى ويجري في إقليم كردستان؟ قبل كل شيء أنا عضو علاقات منظومة المجتمع الكردستاني. نعم. أصدق يعني. أهلا بك. بالنسبة نعم أهلا وسهلا. بالنسبة للتدخلات الدولة التركية، أو نستطيع أن نقول هذه التدخلات أصبحت لها أكثر من 7 أو 8 أشهر الدولة التركية تعتدي على أراضي العراقية وإقليم كردستان، وأننا الآن ندخل المرحلة الثالثة، نستطيع أن نقول بهذا الشكل يعني بشكل مختصر. المرحلة الأولى قد كان في حفتان واستمر 3 أشهر، والمرحلة الثانية هي كانت في جبل قارة، وهي كانت مستهدفة إقليم كردستان لكي تصل إلى أهدافها، وأهدافها هي احتلال أراضي العراقية إلى كركوك وموصل وسنجار. والآن وفي المرحلتين الأولى والثانية الدولة التركية لم تستطع أن تصل إلى أهدافها، أو لم يأتي بأي نجاح بسبب مقاومة كبيرة من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وكان ضررا كبيرا للدولة التركية والجيش التركية. ولكن أيضا هل هذا يخلق يعني ذريعة للجانب التركي لأن يخرق سيادة العراق ويعيث بها فسادا؟ يعني هنا نتحدث عن 6 مليارات دولار خسارة للعراق، تهجير أكثر من 300 عائلة، 80 موقع أثري دمر في
بهذا الاجتياح أو بهذا العدوان التركي على العراق سيد كاوة؟ نعم، يوجد خرق، يعني خرق ليس خرقا محليا وإنما خرقا دوليا الدولة التركية الآن تقوم بها. نعم. لسيادة العراق وإقليم كردستان، لأن يوجد قوانين دولية يجب أن تحاكم الدولة التركية بسبب تدخلها الغير مشروع في أراضي العراقية، ولأن الدولة التركية تدعي وتقول بأنها تهاجم حزب العمال الكردستاني. ولكن أريد أن أقول لكم بعض التوضيحات، فإن مقاتلي حزب العمال الكردستاني بسبب كتم الإعلامي والصمت الذي الآن نراها من قبل الحكومة بغداد وأيضا في إقليم كردستان، أيضا يوجد من قبل الحكومة صمتا وأيضا صمتا دوليا، فهذا الصمت أيضا يوجد في داخل التركية، يوجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحرب قوية في داخل التركية وفي بلدان تركيا وفي كثير من المناطق دفاعا عن إقليم كردستان. أستاذ كاوة، نعم، إن هذا الصمت هي نستطيع أن نقول بهذا الشكل. يوجد قبل الآن كنا نقول بأن موقف الحكومة العراقية موقفا خجولا، وإنما الآن أستطيع أن نقول بهذا الشكل، فإن هذا الموقف ليس موقفا خجولا، وكما ذكر زميلي قبلي بأن يوجد اختراقات وليس المناطق الأثرية، وإنما يوجد جينوسيد بحق طبيعة إقليم كردستان والأراضي العراقية، ويوجد تدمير، ونستطيع أن نقول يوجد تدمير بشكل كامل على أراضي المنطقة بكاملها يقوم بها الدولة التركية لتغيير ديموغرافية المنطقة وحرقها بشكل كامل. وأن يعني هذا يعني كأنما تتحدث أستاذ كاوة عما كان يجري أو لا زال يجري في سوريا على يد ذات النظام التركي. نعم، يوجد تغيير ديموغرافية المنطقة وتدمير المنطقة، وأن هذا الموقف ليس موقفا خجولا، وإنما أستطيع أن أقول باسمي بأن يوجد تعامل أو يوجد مؤامرة ضد شعوب المنطقة وإرادة شعوب المنطقة، ولهذا يوجد صمتا في هذا هذا، وأن هذا الصمت خطورتها أكبر من خطورة هجمات الدولة التركية، لأن هذا الصمت يؤيد تأييد يعني لتدخلات الدولة التركية على أراضي العراقية، فإن هذا الموقف سيكون بلاء وسيكون خطرا على شعوب المنطقة، لهذا يجب أن يراجعون حساباتهم. طيب جميل. في على تدخلات الدولة التركية. سيد كاوة، حضرتك تحدثت والكل يعلم بأن ما تقوم به أو ما يقوم به النظام التركي في إقليم كردستان هو خرق لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولكن يعني ألا يتوجب على حكومة إقليم كردستان أولا وحكومة الحكومة المركزية ثانيا أن يقومون بتحريك هذا الملف في أروقة المجتمع الدولي ليتم نهي أو ردع الجانب التركي عن كل ممارساته؟ نعم، أستطيع أن أقول جملة بهذا الخصوص. في أيام القليلة الماضية قد أتى هيئة كبيرة من كثير من السياسيين والمثقفين والفنانين وحتى من النواب من بعض الدول الأوروبية، شارك في هذه الهيئة أكثر من 14 دولة قد أتوا إلى أقليم كردستان لتحريك هذا الملف وتدخلات الدولة التركية. الكلمة أو الجملة الذي لم يستطيع أن يقولها حكومة إقليم كردستان لتنديد هجمات الدولة التركية، فكان هذه الهيئة هي التي كانت ستقول بأننا ندين هجمات الدولة التركية، وأن هذه الهيئة كانت هيئة كبيرة من كثير الدول قد شاركوا بها، ولكن كان موقف إقليم كردستان أي موقف حكومة إقليم كردستان بأن أصبح عائقا أمامهم، وكان لابد أن يستضيفهم ويشكرهم. نعم. بأنهم يساعدون إقليم كردستان لتدخلات الدولة التركية، ولكن نرى بأن هذا موقف حكومة إقليم كردستان يساعد الدولة التركية، موقف الدولة التركية ويقوي أيادي التركية لاحتلال أراضي العراقية، وإنما موقف حكومة بغداد لا يوجد لهم أي موقف، وأنهم صامتين وراضين بتدخلات الدولة التركية. ونحن عن طريق فضائيتكم نقول لجميع السياسيين، ورغم يوجد بعض من التصريحات نراها من الوطنيين والمثقفين بداخل العراق، ولكن يجب أن يتوحد جميع المثقفين والسياسيين والأحزاب العراقية وأحزاب إقليم كردستان ضد هذه الهجمات، وإذا لم يتوحدوا سيرون المخاطر في أيام
قادمة أكبر من هذا. أنا أشكرك جزيل الشكر كاوا شيخ موس، عضو علاقات منظومة المجتمع الكردستاني، على كل هذه التفاصيل ومجمل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من دهوك. من بغداد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الأستاذ أحمد رحيم. أستاذ أحمد مرحبا بك في حديث ساعة، وعلى شاشة قناة اليوم سمعت ضيفي من دهوك يتحدث بأن القادم أدهى وأمر كما يقال، في حال يعني لزمت الحكومتين المركز والإقليم هذه المواقف الخجولة، هذا الصمت المريب الذي بات العراقيون يشككون به حقيقة بأنه تعاون مع النظام التركي لاستباحة الأراضي العراقية، كيف تعلقون؟ نعم، تحية لكم ولضيفكم الكريم. أهلا بك. لا شك العلاقات العراقية مع دول الجوار المعنية بها الأولا هي الحكومة المركزية. نعم. أما فيما يتعلق الموضوع يتعلق بالحكومة المركزية أولا وحكومة إقليم كردستان ثانيا، باعتبار أن التدخل التركي هو الموجود هو داخل نطاق الإقليم. احنا يعني حضرتك من 2003 الى اليوم الاخوه الاكثر تجر والخارجيه ثلاث مرات، فبتيجى المفروض هم يكونون معنيين بالاساس لمركز من اجل الخلافات الموجوده او تعديل الاتفاقيه الامنيه الموجوده السابقه بين العراق والتركيا. الاتراك مثل يعني أستاذ أحمد أعذرني عند الوقوف عند هذه النقطة، يعني حتى في حال لو افترضنا جدلا أن هذه هي الاتفاقية التي تسمى بالأمنية تطبق، فالنظام التركي اخترق هذه الاتفاقية وبنودها، ويعني لا تنص على ما يقوم بها النظام التركي اليوم، يعني أكثر من نحن نتحدث عن 6 مليارات دولار خسارة لإقليم كردستان وللعراق، 300 عائلة مشردة ونازحة مدنية طبعا، 80 موقع أثري مدمر، والخوف على 50 موقع أثري آخر، يعني سياسة الأرض المحروقة تتبع في من قبل النظام التركي لعمق أكثر من 40 كيلومتر وما يزيد داخل الأراضي العراقية. أستاذ أحمد، تعرف يعني هذه يعني المعلومات والأرقام اللي ذكرتها يعني مذكورة من طرف حضراتكم، ما نقدر نشكك في صحتها، لكن احنا عندنا حكومه كردستان هذه المعلومات استاذ احمد، هذه المعلومات يعني زودنا بها مراسلونا من بغداد بناء على مصادر عراقيه في الداخل العراقي. تمام. هذا اللي ارجو اوصله انه الاقليم كردستان، حكومه اقليم كردستان المفروض هي تعطي من خلال الراي العام العالمي والدولي والاقليمي وحتى المحلي من اجل هم المعنيين بهذا الامر اساسا. يكونون مثل ما تفضلتم حضراتكم هم ساكتين عن هذا الموضوع. لا استنكار ولا بيان. اذا هذا سكوت الحكومه المركزيه وحكومه الاقليم ماذا يدل؟ يدل على ان الاتراك كل حركه تحرك بالاتفاق مع حكومتين، والا ماذا يعني سكوتهم؟ هل هو سكوتهم خوف او رضا؟ اذا رضا اذا هم المعنيين بهذا الامر. الاتفاقيه الموجوده سواء العراق وايران او العراق وتركيا او العراق والسعوديه من حق هذه الدول جميعا ان تحافظ على امن الاقليمي، لكن بنفس الوقت مو من حقها ان تتخذ من المعاهدات الثنائيه وسيله لتحقيق اهداف اخرى غير الاهداف اللي كانت الهدف من عتل الاتفاقيه الامنيه. اللي يصير في شمال العراق وفي بعض مناطق الموصل في سنجار وغير سنجار، هناك اكو تواصل ما بين جهات امنيه عراقيه تابعه للحكومه العراقيه وحكومه اقليم كردستان مع حزب العمال الكردستاني اللي هو في صراع مع الدوله التركيه. هذه العلاقات الموجوده هي اللي يغضب الطرف التركي، يقول لك انا بيني وبينك قيميه، هؤلاء في دستور وفي قانوني جماعات ارهابيه، شنو وين هناك اتفاقية أمنية؟ ليش أكو اتفاقات بينكم وبينهم وسابحينهم بهذا القضية؟ المفروض الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الخارجية العراقية اللي هي وزيرها كردي. نعم. هو يعني أستاذ أحمد، بحسب ما تفضل ضيفنا السيد كاوا شيخ موس عضو علاقات منظومة المجتمع الكردستاني كان من دهوك، يعني أكد بأن من يقوم بالدفاع حاليا عن سيادة العراق وعن سيادة إقليم كردستان وعن الشعب
في إقليم كردستان الذي يهجر بفعل هذا العدوان التركي هو حزب العمال الكردستاني، يعني هو الجهة الوحيدة التي تدافع عن سيادة العراق اليوم. أستاذ أحمد، ما الخيارات المطروحة أمام الحكومة العراقية للتعامل مع هذا الملف؟ أستاذي الفاضل، الدفاع عن سيادة العراق مسؤولية العراقيين أولا، متمثلة بالحكومة المركزية وحكومة الإقليم. العراق ليس بحاجة إلى أي تفاهم من هذا الطرف أن يدافع عن أمن الحكومة. وأنا أعتقد ما قولكم هذا أنه الحزب العمال الكردستاني هو يدافع عن السيادة العراقية، هذا يعني نحن لا نقول. أستاذ أحمد، نحن لا نقول، يعني ضيفي، أنا أقول لك ما قاله ضيفي الأستاذ كاوا شيخ موس، عضو علاقات منظومة المجتمع الكردستاني من دهور. أنا أنقل لك ما تفضل به ولا أتبنى هذا القول. لا عفوا، هو ضيفك، يعني هذا الكلام مردود عليه. نعم. لا نسمح لهذا. الدولة العراقية لها قدرتها ولها قانونها ودستورها ولها دولتها وحكومتها وبرلمانها اللي هم مسؤولين عن الدفاع عن سيادة الدولة العراقية. طيب جميل، أين هذا الدفاع أستاذ أحمد؟ أين نحن نريد أن نصل إلى هذه النقطة، أين هذا الدفاع من قبل العراق؟ يعني اليوم أشهر على هذا العدوان، توغل غير مسبوق، دمار كامل في كل المناطق التي تدخلها الجهات التركية، أين هذا الدفاع؟ نعم، أتفق مع حضراتكم أنه الحكومة العراقية هي المذنبة وهي المقصرة بهذا الخصوص بالاتجاه. المفروض أنه يعني تصارح المجتمع الدولي والإقليم وحتى تصارح المجتمع المحلي أنه اللي يصير في تركيا في الحدود الأمر 1-2-3. سكوت الحكومة العراقية وحكومة الإقليم كردستان، هذا السكوت اللي أقدر أسميه سكوت مريب ومخجل، هو هذا اللي يعني يدعونا إلى التساؤل مع ما التساؤل اللي هو عندكم أو كل الأطراف الحريصة على العراق يتساءلون. نعم. لماذا هذا السكوت بالنسبة للقوتين المركزية والإقليمية؟ طيب أستاذ أحمد، يعني من وجهة نظركم ما هي الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومتين يعني لتقف أو لتثبت للعراقيين بأنها حكومات تدافع حقيقة عن العراق؟ المفروض لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع بالبرلمان هم يتبنون مشروع لاستضافة الجهات، وزير الخارجية مثلا أو إقليم كردستان، يستضيفون بالبرلمان ويطرحون هذا الموضوع لمناقشة ما هي الأسباب أو الدوافع أو السكوت اللي يصير حول هذا الاستهداف التركي للأراضي العراقية وبدجل وضع حد للموضوع. أعتقد يعني هو وزارة الخارجية المعنية بالأساس ولجنة الأمن والدفاع بالبرلمان هي المسؤولة عن هذا الموضوع. يعني هذه التصريحات خرجت حقيقة من جهات عراقية بأنهم سيعقدون اجتماعات وستطرح مشاريع على البرلمان العراقي ليتم التصويت عليه، ومن ثم يعني يتم اتخاذ خطوات. هذه التصريحات وهذه يعني السلسلة الطويلة من الاجتماعات ألا تتيح للنظام التركي مزيد من الوقت كي ينفذ مآربه داخل الأراضي العراقية؟ أستاذ أحمد، من وجهة نظركم طبعا. بالتأكيد، يعني أنت كل ما تتأخر يوم الطرف الآخر يعني يتقدم للأمام لتحقيق أهدافه وراسمها، فهذا التأخير يعني أبدا ما مقبول. فقط إحنا اللي نسمع مجرد تصريحات مثل ما تفضلت حضرتك، تصريحات، أما واقع عملي أو خطوات عملية على الأرض الواقع لا نجد غير التصريحات الإعلامية فقط. الأستاذ أحمد رحيم، أستاذ العلوم السياسية، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن وكرم المتابعة، ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء.